استكمال مطبخ أهل الخير واحد اللي كان السنة الماضية بباب توما. نحن السنة بحلة جديدة بحديقة السبكي بالشعلان. طبعا نحن يوميا عم نجهز، وصلنا ل 3000 وجبة عم نوزعها بدمشق وريف دمشق. عم بتتم على 3000 وجبة، عم بتتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بالتوزيع يلي هي بتكون في أشخاص نحن هون مسجلين عنا داتا كاملة طبعا مسلمة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بتستلم من عنا. الآلية الثانية اللي هي طريقة المتطوعين اللي هي عم بتوزع بطريقة يعني عرف شلون حسب أماكن سكنهم أو إلى آخره. الثالثة اللي هي سيارات بتوصل، نحن هلا الساعة 6 المساء بتوصل على مناطق بالغوطة ومناطق غرب دمشق وريف دمشق. طبعا نحن المبادرة هي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق. طبعا معنا نحن شركاء داعمين مثل مجموعة المؤيدة الاقتصادية، وفي معنا كثير من الشركات واهل الخير طبعا بشكل يومي هن عم بيكونوا عم بيبادروا معنا بدعم هي المبادرة. المبادرة اليوم فيني اقول لك انه بهي الاجواء نحن بحاجة لها. نحن اليوم بوضع اقتصادي صعب، ارتفاع للاسعار، نحن سكبة رمضان اليوم هي موروث قديم نحن بالنسبة لنا، حبينا نجددها. اليوم نحن بسوريا فيها بيئات مختلفة ومحافظات وكذا، فنحن يوميا عم نحاول انه الطبخة نتعرف على بعضنا، هاي الاجواء اللي عم بتشوفها. مشكورة طبعا محافظة دمشق انه قدمت لنا رمز من رموز العاصمة. طبعا نحن استهدفنا السنة بالشعلان طبعا نحسس الغني بوجود انه في فقراء، والحمد لله كانت التجربة كتير حلوة. السنة فرق كتير معنا عن مطبخ السنة الماضية، السنة كتير اجانا تبرعات وكل. نحن بنقول نحن هيك بالمثل الشعبي بنقول ميت ما بيشيل ميت، نحن عم نروح على المناطق اللي هي فقيرة عرفت كيف؟ ما بتقدر، أما أنت وقت عم بتكون بمناطق اليوم مثلا مناطق شوي هيك حالتهم المادية جيدة فأنت بتقدر يعني، وأنت هو رمضان هو لتحسس الغني بالفقير يعني، ومنطقة نظيفة و... طيب إذا بدنا نحكي شوي اليوم عن الطبخات يلي عم بتحضروها، خبرنا كل يوم في طبخة جديدة، مين اللي بينسق هذا الموضوع؟ وفي خلينا نقول متبرعين على حسب انتم شو بتقدموا لهم قبل بوقت تتنسقوا، كيف عم يتم التنسيق؟ طبعا هلا احنا اذا جينا نحن للاخير المتبرعين، طبعا احنا من قبل ما نبلش شهر رمضان نحن بنكون نحن عم نستهدف نحن شركات وعم نتواصل معهم عن طريق مكتب العلاقات العامه، نتواصل مع الشركات بينزلوا معنا نحن شركاء مثل ما نحن صار نحن مجموعه المؤيدة الاقتصاديه، والسنه الماضيه كانوا معنا تمام. فنحن بنتراسل بندرس السوق قديش التكلفه. طبعا الشيف هو بيحدد لنا نحن برنامج بشكل يعني فينا كل اسبوع نحدد شو الطبخات اللي عندنا، وبنحاول حسب الداتا اللي عندنا قديش نحن بدنا نوصل نحن. ونحن بهلا اجواء العيد خبرنا شو عاملين، عم تحضروا شيء بالنسبه للعيد؟ ان شاء الله نحن بالعيد في حفل رح يكون بهذا المكان هو للاطفال، انه ولو هيك ايفنت صغير حتى هيك نفرح هيك الاطفال هيك بمبادره حلوه. طبعا احنا كمان انه بعد العيد ان شاء الله احنا عم نفكر بايفنت ان شاء الله لعيد الشهداء، ومستمرين من هذا المكان. هلا الطبخات اللي عندنا هي حسب يعني هي يعني حسب المقادير اللي انت بتشتغل فيها، هي نفسها اللي انت بتعملها بالبيت بس بتزيد عليها الكميه بصير عندك المقدور كبير. كيف انت تنسق الوقت، كيف تقدر تكون وقتك جيد لانه انت تاخذ الوقت المناسب لتطلع الطبخه ظريفه. والمواد اللي عم نحضرها نحن عم نجيب المواد الموجوده بالسوق، عم نحاول يعني نبتكر باشياء نحاول الاشخاص ما عم يقدروا موجوده عندهم بالبيت، وشو متواجد عندنا من مواد عم نشتغل فيها. صعوبات شوي بسيطه ما كتير يعني، بس عم نحاول نحن نتجاوز هاي الصعوبات. للسنه الثانيه متواجد من صباحا للمساء يعني، وفي معي كمان اشخاص اثنين شباب، اثنين شيفيه، شيف نور، اثنين اسماء النور، واحد عنده هلا اجازه لانه عنده شغل، والثاني عم بيكون متواجد معنا كمان من الصباح للمساء، فعم بصير في تعاون بيناتنا نقدر ننجز هالعدد. ونحن يوميا تقريبا عم نطلع بحدود يعني خلينا نقول تقريبا بين 500 ل 600 وجبه يوميا، وزادوا في ايام طلعنا 1500، ايام طلعنا 1000 حسب شو بيجينا اصناف، شو بيجينا اعداد اخرى من الموجودين والمحتاجين. هلا حاليا نحن كمجموعه المؤيدة الاقتصاديه نحن هدفنا من البدايه نحفز المؤسسات الاقتصاديه الوطنيه لتكون متواجده على الارض وتحفز الشباب وتنمي روح التطوع عندهم. حاليا الامور كانت كثير ممتازه من بدايه رمضان لهلا، واجهنا شويه صعوبات الكم يوم الماضيين بسبب الطقس والجو، بس تنظيم ممتاز، في تعاون، في موده بين مؤسسه الجنه. يعني انتم من الصبح خلينا نقول لوقت الافطار او ما بعد الافطار كمان، احكي لنا عن التعب. هلا حاليا بهيك موضوع يعني انت ما تتعب بتلاقي نتيجه، طبعا لما البسمه تشوفها على
على وجه المستفيدين اجبار راح يكون يعني تحس انه التعب راح. اما بالنسبه مثل ما شايف حضرتك يعني الامور كلها تمام حاليا عم تمشي. احنا اليوم كفريق جيلنا نحن هي السنه الثانيه اللي بنقدم اليوم حمله افطار. نحن اليوم رغم التعب ورغم الظروف طبعا شايفها انت من اول شيء بنشوف رياح مطر بعدين بقلب الجو الطقس بتشوف شوب، رغم هي الضغوطات كلياتها عم نكون كلياتنا ايد وحده كلياتنا عم نحاول نحن نوزع قدر معين اليوم من الوجبات. اليوم تتراوح بين 1000 ل 1200 وجبة يوميا. يعني رغم هاي الظروف فنحن كتير مبسوطين كتير فرحانين. الهدف نحن من التصوير يلي عم بيصير انه نحن اليوم ننقل هاي الصورة بطريقة حلوة. اليوم يلي ما عنده العالم فكرة عن حملة الأفطار اليوم يكون عنده فكرة، اليوم يكون عنده وعي انه نحن اليوم بحاجة لهي الحملات، بحاجة لهي المبادرات. وبس ان شاء الله رمضان كريم. طبعا اكيد الصورة اليوم من ارقى اليوم البلدان اليوم، وان شاء الله اليوم بنضل عم نكمل بهالمواضيع، وان شاء الله رمضان كريم ونعاد عليكم بالخير والمحبة يا رب والفرح.